بيقول قال لي هو انا لو ضربتك تجيبي لي بوليس؟ ده مفروض عريس. وما تسألنيش الحوار ده بيجي ازاي، عشان هنا مامهاتنا لسه بتآمن بأيام الخديوي اسماعيل لما ايه، ايوه يا امان بنتك حلوه وعروسه، ممكن نيجي نشرب الشاي القهوه، ممكن نيجي نشرب القهوه، اتفضلوا اتفضلوا يا حبيبتي عشان خاطري اقعدي معاه، يا حبيبتي البسي فستان، يا حبيبتي عشان خاطري خليكي هاديه، يا حبيبتي عشان خاطري قصي لسانك، قلبي حاضر يا ماما، وايه ويسكر اب ونقعد ونعدي الليله عشان خاطر مامهاتنا تهدى. وهم فاكرين يعني ان هو ده الاسلوب الصح التراديشنال واي ده، بس بصي هتقابلي ناس باسلوب تاني مش هينفع، كل الحاجات دي اساليب غلط، الاسلوب الصح هو لسه والله العظيم ما يغركش اللبس اللي احنا بنلبسه، الاساليب دي لسه بتحصل معانا. المهم وده المفروض مصري امريكي متجنس، يعني جاي امريكا وترعرع فيها ومرح فيها، بس مفيش فايده. It's if you're joking، لو بتهزر I don't think it's funny، يعني عشان انت داخل تتعرف مش داخل تستفزني. لا بتكلم بجد، يعني لو اتجوزنا وحصلت مشكلة وضربتك هتجيبي لي بوليس؟ الذين انا ازاي مش هتبدوش، انا ازاي ما قلتش جبت الشبشب وعلى وشه. I was like well انا هكسر لك رجلك، بعديها رقبتك، بعديها اعمل لك عاهة مستديمة، وبعدين فعلا اجيب لك البوليس وتترحل، وبعد ما تترحل هجيب شوية بلطجية في مصر يفشخوك. طبعا الواد اترعب وقام وخد امه ومشي والحمد لله. طبعا لو انا بقى بقيت اللي هو بعد عنها دي مش ودي مفروض واحدة، لو انا يعني اكتر حد يمكن من الناس اللي حواليا بآمن بالحب والرومانسية والتضحية ويعني يا نهار اسود يا نهار اسود، اللي يخلي شخصية زكريا تاي تقلب من واحدة بتكتب شعر وتكتب كتب وتلبس اللولي وتروح تدرس في الجامعة وهادية وقول لا لواحدة متشردة كده. الشد القوي ليه لما واخذة، يعني ليه يبقى الاتيتيود بتاع الراجل الشرقي ان ممكن فعلا يجيب اجريسيف ويعيب الشوم بقى، يعيب الشوم لو رديتي عليه، يعيب الشوم لو دفعتي على نفسك، يعيب الشوم لو بينتي اي نوع من انواع القوه. ان انا مش داخل ان انا قويه ان انا هقل ادب، انا هدافع عن نفسي بعد الشر اللي فات. وليه اصلا نوصل لمرحله نفسيه ان احنا نكون متوقعين لما نيجي نتجوز هنضرب مراتاتنا؟ يعني تخيل الحاجه الحلوه، تخيل قله الادب يا اخي، انت يعني مش فرصه قاعده قدامك وانت بتفكر في الضرب ليه؟ فيعني انتوا عارفين انا لما باجي اروح الجيم بفتكر بقى حاجات من اللي هي كده، فبعيشكم معايا اللحظه. بس لو هموت I swear to God، لو هموت عذراء ومحدش في الدنيا يتجوزني ولا حد يخطبني، there is no way on God's green earth هقبل بحد يقول لي تلت في كلامك، يبص لي بس بصه كده اللي هي بصه اللي هي ايه، يبرق لي تبريئه. Because I work so hard on myself. Not because اللي هو انا بنت على راسي ريشه، just because I seriously 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 work so hard on myself and I deserve to be treated like a princess like a queen. If not انا فل انا independent. So don't ever 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 let anybody talk to you like that. Even talk. اصل ربنا، واحده بتقول لي انت ليه ما قلتليش ربنا ما يجيبش مشاكل؟ نعم. واحد بيقول لي انا ده ميولي ان انا ممكن اضربك. لا والله ربنا ما يجيبش مشاكل، اصل انا مش هزعلك، انا خدامه حلوه قوي وجميله وبعرف اكنس وامسح واعمل الاكل، يعني انا مش هزعلك خالص. ليه؟ بتاع ايه؟ يلا الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم.